حولنا كل العالم انه بعد 60 سنة لازلنا نعيش لاجئين، لازلنا نعيش النكبة. ترضي اني انا ارجع ولن لو اقعد لحالي؟ هاي بلادي، هاي ارضي. احنا بنعيش في مخيم، صحيح اليوم بيوت بطون، لكن هذا لا يعني اننا يعني حقنا انتهى. احنا بنعيش على امل، بنعيش يعني بتحدي حقيقي اننا راح نعود.